نقول انه في اطار مهام موكله لفرقه البحث التدخل تابعه للمصلحه الولايه للشرطه القضائية بامن ولايه الجزائر لمحاربه الجرائم بشتى انواعها، منها الجريمه المنظمه العابره للحدود، ومن خلال المتابعه الدائمه والمستمره مع استغلالنا الجيد للمعلومات والمعطيات التي بحوزتنا بشان عناصر الشبكه الاجراميه المختصه في تهريب الدولي للمركبات وتزوير وتعقيل الاداريه. العمليه كللت وسمحت لمحققينا ومن خلال حنكتهم من استرجاع اكثر من 25 مركبه من مختلف الاصناف، وهذا عبر التراب الوطني. التحقيق المعمق الذي دام اكثر من سنه على كل حال، الذي بشره محققنا ودائما تحت اداره السيد وكيل الجمهوريه لدى المحكمه المختصه الاقليميين، مكن من معرفه هويه بعض الافراد الاجانب منهم الذين ينتمون الى هذه الشبكه الاجراميه والذي كانوا في اتصال دائم مع شركائهم بارض الوطن. هذه الشبكة الإجرامية قامت بإغراق الحظيرة الوطنية بمختلف المركبات التي هي أمامكم، التي كانت تجلب من خارج الوطن، منها محل بحث والأخرى التي أدخلت عبر الحدود البرية والبحرية بصفة سياحية دون إخراجية ثانية. العملية كللت من إيقاف أكثر من 30 شخص، ستة منهم حاليا تحت النظر، والباقون سيتم استدعاء العناصر هذه ليوم تقديمها إن شاء الله أمام السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة الإقليمية.